بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسم هندسة الشباب عايزين نرسم أو نتأكد من ربط المساقط دي ببعضيها والمستويات. فعشان نعمل الكلام ده اتعلمنا خلاص إن احنا بنرسم خط هنا بزاوية 45، نجيب مثلث 45 ونرسم خط زي ده، وبعدين نبدأ نرسم خطوط رأسية وخطوط أفقية. هذه الفيرتيكال قلنا اي خط لازم الاثنين يخفوا بعض، شايفين كده المنظر؟ اي خط رأسي يخفي الخط الرأسي اللي فوقيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ونيجي هنا على السايد فيو، اديني هنا القطع مع الزاوية 45، اجي عند 45 اخد خطوط كده اللي هي تخفي الخطوط الافقية اللي في البلان، وهنا بتخفي الخطوط الافقية اللي في السايد فيو وفي الاليفيشن. تلاحظوا ان كل حاجة اختفت، هو ده بقى الجريد اللي المفروض ان انا ارسم عليه، تمام؟ هي دي الشبكة بتاعتي. لما اظهر الخطوط كده هتلاقوا ان كل حاجة ظهرت، هتلاقوا ان كل الخطوط بتمشي على الاسقاط، يبقى كل دي الاسقاطات بتاعتي. فعشان ابدأ استنتج ان الارتفاع في الاليفيشن نفس الارتفاع في السايد فيو، ان الطول في الاليفيشن نفس الطول في البلان، ان العرض في البلان هو نفس العرض في السايد فيو. وبكده أكون بشكر حضراتكم، أسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.